مرحبا بك المتابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز، نبدأها بأبرز العناوين. ياسو تي في تحضر لمفاجآت جديدة. من حقق مليار مشاهدة على يوتيوب؟ قناة أنس وأسامة مروة جديدة. عودة دايلر بأغنية جديدة. حقيقة عملية تجميل ماريانا غريب. بعد تفاعل كتير كبير على قناتها على يوتيوب، وبعد ما عملت ياسمين على سلاسل وتعاونات كتيرة مع عدد كبير من اليوتيوبرز العرب، تمكنت من بناء قناة ناجحة جدا بعد خروجها من فريق فافا نابولي والعمل بشكل فردي. أما هالمرة فعم بتحضر ياسمين لمفاجآت جديدة لمتابعينها، فبعد تنزيلها لهي الصورة على حسابها على انستغرام اللي يتابعها فيه أكثر من 870 ألف متابع، شوقت متابعينها لمفاجآت كثيرة جاية بالطريق. هذا غير تفاعلها مع جمهورها على فيسبوك، ففتحت ياسمين مجموعة على التطبيق لتبادل أفكار فيديوهات وسلاسل مع متابعينها لتقديم محتوى بحب جمهورها، وكمان فتحت صفحة جديدة على المنصة وعدت متابعينها بشغلات حلوة هناك. مليار مشاهدة على يوتيوب كمجموع عدد مشاهدات الفيديوهات عدد كتير صعب الوصول إليه، ويحتاج العمل على مئات الفيديوهات وتحقيق ملايين المشاهدات على كل فيديو. فبالآونة الأخيرة تمكن عدد من اليوتيوبرز من تحقيق هذا الرقم، من بينهم نذكر قناة أحمد وزينب حسن، عائلة أنس وأصالة، ونارين بيوتي. ألف مبروك للجميع. قبل أيام فتح أنس وأسامة مروة قناة على يوتيوب مختصة بالبودكاستات، كأول يوتيوبرز عرب يعملوا قناة بودكاست باسم فول وتميس، لتحقق أكثر من نصف مليون مشترك خلال ظرف زمني جد قصير. لتنطلق بالرابع والعشرون من جون بتنزيلهم لأول فيديو بعنوان هل فعلا راتب أنس وأصالة 30 ألف دولار شهريا؟ من بعد غياب طويل دام عدة أشهر، أخيرا رجع دايلر بعمل موسيقي جديد من بعد ما حققت أغنية كان يا مكان نجاح كتير كبير، فحقق الفيديو كليب ما يقارب 8 مليون مشاهدة خلال 6 أشهر فقط من تنزيله على قناة دايلر على يوتيوب. عمل دايلر الجديد رح يكون باسم فاضي، فنشر هي الصورة وكتب بما معناه قريبا. معروف عن ماريانا صراحتها الكبيرة ومشاركتها لمتابعينها جزء كبير من حياتها، فآخر فيديو بقناتها صرحت أنها عاملة عملية تجميل بس ما حددت نوع العملية. فبعد مجموعة من التحريات والبحث من طرفنا عرفنا نوع العملية، فالعملية كانت عملية تجميل أنف ملتوي بتركيا قبل دخولها لفريق فافا نابولي. وهون نكون وصلنا لنهاية نشرة اليوم، إن شاء الله تكون الأخبار عجبتكم. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل الأكثر، وتشتركوا كمان بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. شكراً.